السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن تتواصلوا معنا وترسلوا لنا رسائلكم النصية والتي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. اليوم سيكون الموضوع عن ملف الإعمار والخدمات في العراق والبنية التحتية المنهارة، وما الذي قدمته حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراقيين من إعمار وخدمات، وما الذي يحتاجه العراقيون كذلك في ظل الحديث الدائر عن إزالة للتجاوزات وطرد الناس وتشريدهم في الشوارع، ما الذي قدمته هذه الحكومة وكم يحتاج العراق إلى بنية تحتية وإلى مال وإلى كذلك وحدات سكنية من أجل إيواء هؤلاء الناس المشردين، ونتطرق إلى قضية الفيضانات التي تغرق الآن بعض المناطق في الصيف في هذا الحر الشديد، تفيض بعض المناطق بسبب غياب البنية التحتية، وكذلك أزمة الكهرباء، ومواضيع كثيرة سنتحدث بها عن حاجة العراق إلى هذه الخدمات وإلى هذه الإعمارات، وكذلك في نفس الوقت عن ما الذي تقدمه هذه الحكومة وما الذي تفعله في ظل وجود مليارات غير مستغلة تذهب إلى جيوب الفاسدين كما يقول العراقيون. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. سويتوا ورا صدام، بنيتوا لكم شغله، سويتوا لكم رصيف، بلد فككتوه من الشمال للجنوب، شنو اللي سويتوه؟ حرام عمي، راح يسجل التاريخ ويمهل ولا يمهل. زين ربك بالمرصاد، اكو وزاره مضبوطه؟ تربيه، جهال، تخلف، مدارس ابتدائيه ومتوسطه حشيشه، شكو شنو اللي سويتوه صار 16 سنه؟ والله اكو رب اللي ما تغمض عينه، شباب مجوره، شباب ما عنده يطب عليه حمال يقطيني 5000 ارجع للنهروان، فرحانين عندكم دوله؟ دولتي ايش هاي؟ دولتي ايش؟ دوله البطيخ؟ اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كشفت عن سيطرة بعض السياسيين على الملف الاقتصادي العراقي، وذلك من خلال إنشاء استثمارات في الخارج وتمرير منتجات تلك الشركات إلى العراق. تقول عضو اللجنة ندى شاكر إن هناك كتلا وشخصيات سياسية تسيطر على ملف الاستثمار في العراق، فضلا عن قيام بعض الموظفين بممارسة عمليات الابتزاز من خلال عرقلة وصول الملفات والأوراق الخاصة ببعض المشاريع من مكان لآخر دون الحصول على مقابل مالي. تقول أيضا إن النظام العراقي غير ملائم للاستثمارات الأجنبية، وأن الفساد الموجود يعيق وصول الشركات الاستثمارية إلى العراق، خاصة مع وجود حالات ابتزاز تجاه المستثمرين والشركات الأجنبية. طبعا في نفس الوقت وفي ظل ما نراه ونشاهده الآن من قضية إزالة للتجاوزات في العراق وهذه المحاولات المتكررة لتشريد الناس دون إيجاد بديل لهم، تقول وزارة الإسكان والإعمار إن العراق بحاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية كي يكتفي ويكون كل شخص أو كل عائلة في منزل يأويها من هذه الموجات، موجة الحر أو البرد. هذه حاجة العراق إلى الوحدات السكنية. من الذي سيقوم بهذه الخطوة؟ من الذي سيقوم بالإعمار في ظل ما نراه الآن من حديث عن شبهات فساد هنا وهناك وصفقات فساد هنا وهناك ومسؤولين فاسدين أيضا انتشروا في البلد بشكل عام بكافة القطاعات وكافة المجالات؟ نستمع إلى رأي السيد أبو أوس من محافظة صلاح الدين. أبو أوس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي الكريم مشكورين على هذا البرنامج الرائع. حياك. بالنسبة لهاي الأمور اللي تحدث بالعراق هي ما يمكن راح يتغير شيء أو لا على الدورة مال البرلمان الحالية ولا البرلمان اللي يجي ولا ما كنت تشريع قوانين صحيح. الدستور هو مثل ما هو، ما كفى الحق للناس اللي مظلومة، الناس اللي مهمشة، المليارات الانفجارية، الموازنات الانفجارية، شنو غايتها هي هاي إذا الناس ما تشوف من عندها لا مستشفيات، لا تشوف من عندها أدوية، لا تشوف من عندها يعني قبل يومين طفلة تريد تسافر للعلاج خارج العراق،
اجراءات البيروقراطيه الا سرير طبي حتى تسافر، وتوفت الطفله هاي العرقله. ليش يعني بسنه 2019 العراقي بلا ما يتعالج بالعراق ما يلقى حتى علاج، وحتى دا يسافر برا العراق وهمت بسبب الاجراءات هيك. ابو اوس، يعني في الان نتحدث، وحضرتك تذكر الان هذه القضيه، ونتطرق بفتحك لها إلى قضية الخدمات الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية في العراق. الآن من الذي يمكن أن يقدم هذه الخدمات للعراق في ظل كثرة الفاسدين الموجودين وغياب التدخل الحكومي عن معالجة أي أزمة موجودة في العراق؟ حتى المنظمات اللي اجت للمناطق المحرره ما خلوها تشتغل وتوفر خدمات طبيه وادويه، حتى الادويه تنباع على الناس. من اذا سيقدم الخدمات للعراقيين؟ هو هاي مسؤوليه الحكومه، مسؤوليه المحافظين، مسؤوليه مجالس المحافظات بتشريع قوانين صحيحه بالرقابه على 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 على, على, على الدوائر، مسؤوليه دوائر الصحه ووزاره الصحه والاطباء، مسؤوليه وزير الصحه، مسؤوليه البرلمان. هاي كلها ذمم برقبتهم هاي الناس اللي هيش يصير بيها. ايش قد ناس تروح للمستشفيات ما تلاقي علاج، تبهدل وتتوفى بسبب انه هاي المستشفى ثمانية سرير، ساعة 12 سرير روح الغير مستشفى، النقل الغير مستشفى. كمثال في صلاح الدين في عموم صلاح الدين لا يوجد إلا مستشفى واحد للعمليات الكبرى. وإذا كان هذا الأسرة تكون ممتلئة يعني 12 سرير أو 14 سرير لازم يتحول إلى بغداد. ماذا تحتاج صلاح الدين الآن يا أبو أوس؟ ما الذي تحتاجه محافظة صلاح الدين الآن؟ كل شيء تحتاج صلاح الدين، كل شيء تفتقر صلاح الدين، كل شيء تفتقر. ما شفنا بعد 2003 مستوصف جديد، ما شفنا مستشفى جديد، نفس المستشفيات اللي كانت ما قبل 2003 هي نفسها. ليس فقط الحديث عن المستشفيات، ماذا أيضا هناك من نقوصات وهناك من معاناة للناس؟ مدارس في اكثر من منطقه، يوجد اربع او خمس دوامات في 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 في, في نفس المدرسه. المدرسه في نفس البنايه توجد مدرستين او ثلاث مدارس، يعني حتى هذا ياثر على الطلاب. مستشفيات غير مستشفى واحده في عموم صلاح الدين للعمليات الذني، للاورام ما موجوده. والمجلس المحلي في محافظه صلاح الدين ما الذي يقدم؟ ما شيء يقدم المجلس المحلي، ملتهين بالمقاولات، ملتهين بالصفقات بالكوميشنات. ماكو، احنا ما نشوف ولا نعرف، احنا نعرف حتى اعضاء مجلس المحافظه منو دولة ما نعرف، متعاركين على الكراسي. ومن هذا فضلا عن ذلك حتى في سامراء استغلال حتى على قوه الناس على المحال، على هذا مجلس صلاح الدين ما قدر يستعيد المحلات للناس الكسبه من 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 العتبه، مال العتبه اللي في سامراء. ما هواي شغلات، يعني مجلس صلاح الدين ما عنده صلاحيات يقدر ينفذها، ولا عنده صلاحيات على الفاسدين، ولا عنده صلاحيات على المقاولين اللي ينفذون المشاريع اللي هي احنا سنه 2019 هي تبليط، عباره عن تبليط وخدمات يعني ميؤوس من عندها. هواية تفتقر صلاح الدين، هواية تفتقر الخدمات وأجهزة طبية، أجهزة طبية يعني في محافظة صلاح الدين في مستشفى جهاز مفراش أو جهاز الرنين. يعني شهرين إذا تريد تشيك بهذا الجهاز شهرين حتى يعني تلحق على السيرة هذا مالته زين. أو تضطر تروح المستشفيات الأهلية. ليش بالمستشفيات الأهلية متوفر وليش بالمستشفى الحكومي غير جهاز واحد موجود؟ وضحت الفكرة أبو أوس، أنا أشكرك، كنت معنا من محافظة صلاح الدين. معنا السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. الله يحفظك يا أخي، إن شاء الله إن شاء الله يزور موحد. حياك الله رسول يا ابن محمد، والله العظيم يعني والله بالله العظيم أقوم في المستشفى وجهة الحجية اللي يتالون ماكو يعني مغسولة بها، والله العظيم بالقرآن الكريم والله يساعة ماكو. شنو الحكومة يعني شو التباهي في السوالة، شو العراق صار في مزبلة، يا دولة القانون، يا دولة التطبيق، يعني شنو يحسن على يا ابن محمد. ابن محمد العراق انت
انتهت من 2004 من 2007 لحد اليوم ماكو. وين معدلين؟ وين البلد غيبوهم؟ وين جسر العامه؟ وين شهداء الحرام؟ نعم باتوا الحرام هذول. صدق ابني محمد ما عندنا حكومه طايتني هذه هذول بس يحسبون نفسهم ياخذون رواتبهم من الزمانيين. التنحيل الايراني ابني محمد يا حكومه لا تعليها، يا حكومه لا تعليها، حكومه تبتزيل تبتزيل كلاب. ابو زكريا شكرا لك، شكرا لك ابو زكريا. يعني نتحفظ قدر المستطاع على ما ذكر، ويعني نتفهم مشاعر السيد أبو زكريا كذلك وحالة الغضب التي يشعر بها تجاه بلد مدمر يفتقد لكل شيء، كما قال السيد أبو أوس من صلاح الدين. محافظة صلاح الدين على سبيل المثال هي جزء لا يتجزأ من هذا البلد الذي يعاني، وهي تعاني كذلك، ويعاني المواطنون القاطنون فيها غياب للخدمات وغياب لبنية تحتية، ومعاناة للمواطنين منعكسة بانعكاس هذه الخدمات الغائبة. وبالتالي يعني نتفهم شعور السيد أبو زكريا. طبعا يقول عضو لجنة الخدمات النيابية محمود ملا طلال إن هناك مناطق تجاوز لا يستطيع أحد أن يدخلها لأنها تابعة لأحزاب متنفذة. قضية إزالة التجاوزات ومحاولة الحكومة التخلص من المنازل المتجاوزة أو المحلات التجارية المتجاوزة أو أي بناية شويدت من قبل المواطنين هي متجاوزة تحاول أن تتخلص منها. طبعا كما تحدثنا في البداية وكما طرح هذا الموضوع سابقا، لا يوجد بديل موفر من قبل الحكومة للمواطن لكي ينتقل من هذا المكان المتجاوز إلى مكان آخر يستطيع أن يسكن فيه، أو توفر له السلطة يعني سكن يقسط على سبيل المثال على مدى سنوات طويلة مدعوم حكوميا. لا توجد هذه الخدمات. معنا السيد أبو شيماء من ديالة، تفضل أبو شيماء. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا مسافة الصحة من أسئلة لافل هذا اليوم ما أي صحة يعني بكل محافظات العراق زين؟ نعم. هي مسألة الصحة مسألة فلق، قل لي ليه تقول مسألة الصحة من أسئلة لافل هذا اليوم تضرب محافظة ديالة مستشفيات، محافظة ديالة الميليشيات جاي تقتل، يطببون الشخص للمستشفى، هاي احكي لك على مستشفى المقداديه، يطببون الشخص للمستشفى مال المقداديه، الميليشيات قاعده على الكاميرات، مو اهله او قرايبه يريدون يروحون يستلمونه من المستشفى يظلون يتابعون بالكاميرات، اي شخص يله يعني يجي على هذا الشخص المقتول انه بيقومون يلاحقون بهم يقتلون. طيب واحد من الاخ يقول ابو شيماء بس اود ان اوضح لحضرتك وللمشاهدين الكرام ايضا. طبعا موضوع القطاع الصحي لا يتجزأ من قضية الخدمات التي نتحدث بها غياب المستشفيات، لكن حتى لا يقتصر الكلام على القطاع الصحي أنا أتحدث اليوم عن مشكلة العراق بغياب الخدمات بشكل عام، إن كانت في قطاع الصحة أو في قطاع آخر. أخويا أنا جاي أقول لك هي مسألة الصحة يعني جاهزين على كل العراق يعني هاي محافظات العراق كلها يعني جاي أضرب لك مثل صغير جاي أضرب لك مثل يعني محافظة ديالة تضرب على كل المحافظات يعني كل محافظات أساسا مسيطرة عليها الأحزاب صحة الأحزاب الميليشيات مسيطرة يعني كلها لو العصائب لو بدل لو. طيب خدمات ديالة يا أبو شيماء ماذا عن خدمات ديالة؟ والله العظيم اي خدمات ماكو، والله العظيم هاي ثلاثنا ما بقول لك اياها اي خدمات ماكو، بس مجرد كتل وتسليم. احكيها من مستشفى المقداديه حتى المستشفى العامه بعد بابا. تدري والله العظيم قبل كم يوم عندنا صار الله عمي توفى بالليل تقريبا الساعه 2 بالليل خابرونا. نعم. المستشفى العامه بعد بابا. والله العظيم رحنا بالليل نريد نستلمه، تدري من طلع لنا اياه؟ بالسيديه؟ نعم. كلهم مسدسات باقدامهم وهدوم سود وحفاي يطلعون لنا السدية، هذول من ويانا هاي من الشيات صارت لبغراض برا المستشفى مال العام زين. والله العظيم جاي اقول لك والله العظيم دواء ماكو، دواء اذا طب على ابو السنار 25000 50000 ابو التحليل كله هيك هاي السم. نعم. اي صحه ماكو من 2003 لهذا. وضحت الفكره ابو سيما، انا اشكرك اشكرك شكرا جزيلا المشاركه. ويعني الأخوة المتصلين اللي تكلموا بقضية الصحة كما قلنا هي لا تتجزأ
من المشكلة الكبرى التي يعاني منها العراق، غياب البنية التحتية يتوزع على نقاط كثيرة وعلى أجزاء كثيرة من الدولة، من ضمنها طبعا القطاع الصحي الغائب، والذي يعتمد الآن على القطاعات الصحية الخاصة أو المستشفيات الخاصة أو يعني المراكز الصحية الخاصة كذلك. ويعاني كما استمعتم الناس من أشياء كثيرة، منها غياب الأدوية والعلاجات أو الأجهزة أو تهديدات وسطوة ميليشيات في محافظات مضطربة كمحافظة ديالى التي تسيطر عليها الميليشيات طبعا بشكل كبير، والتي ترهب حياة الناس وترهب المواطنين يوميا بسبب قوة السلاح وغياب الدولة. سيدة أم مريم من ديالى، تفضلي. السلام عليكم. من بغداد، حياك الله. الله نحييك، حي قناة الراشدين. أهلا وسهلا أم مريم. نعم. طبعا احنا بالعراق ما في اي حكومات تحدثون عليها انتم. هي لو في حكومة ما جاي تشتريين احنا. يعني مسمونة اربع ارهاب تجنون وما جايين تحققين. نعم. وانت ما قاتلنا ابو زكريا، احنا حكومتنا ايرانية. حكومة عراقية يا اخي العزيز. نعم. ويا اخي الكريم، انت شوف المدارس، شوف المعتقلين، شوف السجون الدستور بالعراق، حتى الشوارع انا مو في الشوارع الناس. من الذي سيعمر اذا يا سيده ام مريم؟ والله يا اخي العزيز ما حد يعمر، مين اللي عمر؟ ملكيين مسجد بوك. مسجد بوك ملكيين، يقولون نعمر ونسوي ارتفال ما اعرف شو شنو كذا. طيب هم الآن رايحين للصين بوفد ضخم، رايحين للصين على أساس أنه علاقات تجارية ضخمة واستثمارات واستفادة من التجربة الصينية. يعني تعتقدين أنه هذا الوفد حيحقق شيء بهذه الزيارة؟ والله يقول الكبار ترك بيته ما خاصة دقيقة، فأحنا ما نصدقهم لأنهم كل مرة يحسنون ويحسنون فهذا هو صدق فيلم وفتي المسؤول يخلصون بعض احنا انسان. نشوف النتيجة بالأخير، بس هو يبقوا بالعراقي فقط. نعم. أم مريم أشكرك للمشاركة. مشاهدينا الكرام، نود أن نتابع مع حضراتكم الآن بعض المقاطع لحال محافظة البصرة، مناطق معينة في محافظة البصرة كيف تعاني من فيضانات بسبب غياب البنية التحتية وغياب التصريف الصحي للمجاري وغيرها، وبالتالي تفيض على الناس في موسم الصيف في هذا الحر. ماذا إذن عن موسم الشتاء؟ ماذا إن جاء الشتاء بهذه الأمطار الغزيرة في العراق وملأ هذه الشوارع؟ كيف إذن سيكون حال الناس؟ فنشاهد الآن ونحن في فصل الصيف. هاي بالحيانية، شوفوا هاي بالحيانية، بالتميم على المستطيل يم جامع المصطفى، عملنا على المحافظة. شوف العمل الله على المحافظة عمي. شوف غرقنا، حطينا بلام بالشارع، يعني بيوت غرقت، هذا بيوت غرقان بالله، هذا هو الواحد 2019 16/9 اليوم حاليا هذه المحافظة. نريد بالله، نريد المحافظة بالله، شو تسوي اليوم؟ هاي صار لنا 3 أشهر. عبرة عمي عبرة. السلام ورحمة الله. أهلا بكم. نستمع إلى حديث السيد أبو محمد من ديالة، تفضل أبو محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيب، إذا ما استزاحم عليك فيما يخص التجاوزات، مو هيك موضوعنا هسه اليوم؟ موضوع متعدد من ضمن التجاوزات، تفضل. خوش. بالنسبة للتجاوزات يا أخي، لا. لنفترض أنه قبل يوم السقوط بيوم واحد شفت عراقي نايم بشارعته، ما شفنا ولا واحد. إيش معنى بعد السقوط مباشرة احتلت من
دوائر الدولة كلها ما ظلت لا وزارة ولا دائرة حكومية، كل المكانات احتلت. هاي وحدة. اثنين، المتجاوزين تقبل محمد انه نعرفهم كل زين، اكثرهم مسؤولين واكثرهم بدرجات مدير عام، ماخذين تجاوز، اللي عنده بيت باع بيته لو اجره وراح قعد تجاوز وبنى التجاوز ب 50-60 مليون. طب ربك هو عنده 50-60 مليون يروح يقعد تجاوز؟ هاي وحده. النقطة الثانية، إذا بيش مساحات مع الناس، والناس اللي بكربلاء اللي تشردوا هسه، بس اسمح لي أنا بصورة عامة دا أحشي. طيب بصورة عامة، العرففة يصير أبو البيت يفلش السياج ماله ويأخذ رصيف يضمه إلى بيته؟ شنو الفكرة اللي تريد توصلها يا أبو محمد؟ الفكرة أنه مو كل المتجاوزين هم يستحقون. أكو ناس متمكنة يا أخوي العزيز، متمكنة وقاعدة بالتجاوز. أقول لك جردنا في منطقة في بغداد بحي البساتين، لقينا 4 مدراء عامين قاعدين تجاوز ومسؤولين من حزب الدعوة ومن كل الأحزاب. يصير هيك؟ هاي أموال دولة هيك راحت هباء منثورة، الفقير يحتاجها. لأن أنا أقول لك كنت عسكر. إحنا كلامنا يا أبو محمد حتى نكون واضحين بنقطة، وطبعا هذا الحديث اللي حضرتك تفضلت به حديثك هو أكدته لجنة الخدمات البرلمانية، تقول بأنه لا يستطيع أحد الدخول إلى بعض المناطق المتجاوزة لأن بها سلطة، أصحابها أصحاب سلطة ونفوذ تمنع أي أحد أنه يتدخل ويزيلها. إحنا كلامنا بقضية المتجاوزين على الناس البسطاء، الناس الفقراء الذين تشردوا الآن في الشوارع بلا بديل، يعني الحكومة ما وفرت لهم بديل. إحنا ما يهمنا المسؤول أيضا. إحنا لما نقول المتجاوزين إحنا نرفض قضية التجاوز بصورة عامة، لكن نقول ليش الأمور تسري على فقراء وما تسري على المتنفذين؟ هذا هو السؤال. لا والله يا أخويا، بس اسمح لي أستاذ. هي مو مسألة، أنا هسه مو دفاعا عن المسؤول. نعم حبيبي أسمع. مو دفاعا عن المسؤول، بس اسمح لي. تفضل. مو دفاعا، المسؤولين 3/4 هسه أطلقوا كلمة الفساد. لا مو فساد، حرامية، أطلق عليهم حرامية مكان الفساد. الفساد كلمة مؤدبة حلوة، بس أطلق عليهم حرامية. هاي 3/4 المسؤولين، وإذا ما أقول 90% منهم. إحنا مو هاي المسألة. يعني هسه أجيب لك أمثال. في أكو سواق في مدينة بغداد، ما أريد أذكر بالمكان بالضبط، مسؤولين عضو مجلس نواب ما أدري إيش، بنى عمارة بالسوق وباعها العمارة وبالأخير راح أخذ مكان آخر. يا اخي ادري انا بس اريد حتى لا يصير اكو خلط بالقضيه. ابو محمد، اريد اتفق مع حضرتك على شيء سريعا. حضرتك مع ام ضد طرد الناس الفقراء البسطاء من بيوتهم او وين كان التجاوز بدون توفير بديل؟ هذا هو سؤالي. لا، يجب ان يكون البديل. تمام، إذن احنا متفقين على هاي النقطة. نعم احنا متفقين على هاي النقطة. النقطة الثانية، لماذا الامور تسري على الفقراء ولا تسري على المسؤولين المتجاوزين؟ والله يا أخي، رادوا يفلشوا السوق هددوهم، وطلعت مرة بالتلفزيون تهدد نضرب قنابل يدوي إذا فلشوا. طيب أنا أبو محمد أشكرك للمشاركة طبعا. الله يخليكم، تسلمون. حياك الله أبو محمد. كما عرضنا في مقطع سابق مشاهدينا الكرام، كان هناك موضوع في محافظة البصرة وقتها وعملية إزالة في شارع الكازينو تقريبا، عملية إزالة لمنازل ومحلات يقال أنها متجاوزة، وعندما وصل الأمر إلى مقر لميليشيا بدر تم إيقاف عملية الإزالة لأنها تابعة لهادي العامري، وهي منظمة بدر، ميليشيا معروفة في العراق ولديها نفوذها ولديها ميليشياتها وأفرادها. توقفت العملية. فإحنا هذا الكلام اللي نقصده بقضية الناس الفقراء هم المتضررون من هذه القضية، هم الذين يعانون. المسؤول يعني بالنسبة له هو مكتب متجاوز أو عمارة متجاوزة يستطيع بناء غيرها، ولديه القدرة والصلاحيات أن يمنع عملية الإزالة. فلماذا الدولة إذن تكيل بمكيالين هذه القضية في التعامل مع المتجاوزين؟ السيد محمود من بغداد، فقدنا الاتصال مع السيد محمود من بغداد. طبعا أمانة بغداد تقول أن العاصمة وحدها تحتاج 300,000 وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن التي تعاني منها العاصمة. طبعا هذه العاصمة وحدها. السؤال هو من الذي سيقوم بهذا بإعمار هذه الوحدات السكنية وبنائها، ومن أين هذه الأموال ستأتي؟
مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي أقيم في الكويت، ما الذي قدم للعراقيين؟ ما الذي تم إعماره في هذه المدن؟ قدر البنك الدولي قيمة البنية التحتية المنهارة في العراق والتي تم تدميرها جراء العمليات العسكرية ب 47 مليار ونصف مليار دولار. هذه الأموال من الذي سيدفعها ومن الذي سيعمر؟ الاتفاق مع شركة سيمنز لإنشاء وحدات كهربائية لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بقيمة 15 مليار دولار، هذه الاتفاقيات وهذه هل فعلا ستطبق على الأرض؟ ما الذي قدم للعراقيين في خدمات مفقودة؟ قطاع الكهرباء الذي ينفق عليه أكثر من 40 مليار دولار لم ينفذ منه شيء حتى الآن، يعاني المواطن العراقي حتى هذه اللحظة من غياب للكهرباء المستمر في هذا البلد، البلد الغني، البلد النفطي. قضية أخرى، قضية طبعا الصرف الصحي وهذه الأزمة. دعونا نشاهد مع حضراتكم الآن في محافظة البصرة أيضا، ونحن في فصل الصيف كذلك فيضان في إحدى المناطق في المحافظة، فنشاهد 19 راح مقبلين على 2020 وهاي المنطقة هيك معاناته. الله أكبر. أي أيوة والله، يعني إلى متى؟ إلى متى نضل هيك؟ زين يوميا على حسب هاي، يوميا منطقة فايضة. زين شوف الماي وين واصل، لا طفل يقدر يعبر، لا مرة تقدر تعبر، لا رجال كبير يقدر يعبر. هسا احنا ما نطالب بتبليغ، نطالب بشغلة ترقيعية، مجاري شيء. زين احمد منطقة المشراق القديم، شوف الماي وين واصل. طبعا تابعتم هذا المقطع، هو من منطقة المشراق القديم في محافظة البصرة، وهذه المنطقة تعاني. يقول بأنه من عام 2003 وحتى هذه اللحظة لم يأتي مسؤول واحد إلى هذه المنطقة ويتكشف أو يتفحص أو يكشف ما الذي تعاني منه. لم يزر أحد هذه المنطقة، ترك أهلها يعانون بهذه الطريقة، ونحن الآن في 2019 وهذا هو حال العراق. معنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل حياك الله. مساء الخير محمد. مساء النور، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ تحية لك وتحية للغناء، تحية الكادر والغناء، تحية المشاهدين والمتصلين. أهلا وسهلا. بالنسبة لوضع العراق، هو وضع مزري في ظل ما في ظل العملية ما يسمى بالعملية السياسية الهجيرة التي دمرت العراق. نعم. وهذه الوجوه ما دامت العملية الاحتلال الأمريكي اللي هي عملية سياسية، ما دام هذه الوجوه موجودة فلن يرى العراق النور في ظل هذه العصابات المجرمة. فأموال العراق تذهب وتذهب بكم حصة العراق النفطية للخميني ابن العاهري عن طريق عن عملاء الأنداد بالعراق، والشعب العراقي مع الأسف لم يستفيد من شيء أبدا، وإنما هي تذهب أموال العراق لإيران. كلما زاد الحصار على النظام الإيراني جارة السوء، زاد العراق جوعا وموت وبطش من هذه الميليشيات. نعم. القوي، وتحية لك. يا أبو فيصل، الله يحفظك. يا أبو فيصل، لماذا هذا التجاوز يا أبو فيصل؟ أمر غير مقبول تماما منك، وأي لفظ فيه تجاوز وفيه تلفظ بألفاظ نابية غير مقبول تماما في البرنامج. أبو جعفر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. العفو، أبو جعفر من مدينة الصدر القادمة. حياك الله أبو جعفر. الله حبيبي، الله يسلمك، الله يحفظك. العفو اخي محمد، اليوم برنامجكم عنوان الحلقه حلو. نعم. حقيقه. نعم. بس واحد اثنين بالكلام يا ابو جاسم، يا بنيه تحتيه، يا مؤسسات، يا استثمارات. الله اللهم. نعم. لا يحفظ هذه الاحزاب ولا يحفظ هذه العصابات، اي حكومه احنا نقول عليها مو حكومه، عصابات. ابو جاسم حبيبي. نعم. اخي محمد. نعم. استثمارات كلها وهمية، مليارات في الدين. أيوة. اثنين، احنا على وقت دخول الشتاء وما شاء الله الفيضانات، هسه احنا بعدنا ما شاء الله الجو تقريبا شبه الخريف تقريبا بالعشر الاول. نعم. يعني والحله غرقت، الحله وغير الحله. هاي اثنين. الثلاثه، هاي قاعد نشوف افادات كثير لهذه العصابات والاحزاب والميليشيات قاعده تتحرك الى خارج البلاد بحجه الاستثمار ويلهون الشعب ويطرحون الشعب نظريا وليس له واقع حال في المسائل العمليه. لا. شنو الشيء العملي اللي دخلوه؟ شنو السرور اللي دخلوه لطبيب الشعب العراقي المظلوم بجميع طوائفه ومذاهبه واديانه وقومياته؟
إلى متى يا أخي يا أبو جاسم يا حبيبي يا محمد؟ نعم. إلى متى هذا الشعب المظلوم يبقى صامتا وهالكا إلى 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 ما هو للأسف يا أبو جعفر للأسف أحيانا يرغب العراقيون بالخروج بمظاهرات ويتم ركوب هذه المظاهرة من قبل أحد المعممين اللي يشجعهم ويدفعهم على التظاهر وبعدين يتراجع ويسحب الناس ويخيب أملهم ويخيب أمل العراقيين بثورة صحيحة تصحح الأوضاع. يعني أكو ناس في العراق للأسف تركب أمواج التظاهرات تحت مسمى الإصلاح أو التغيير وبعد ذلك يعني يطون ظهورهم للناس ويغدرون بالناس والناس يعني تضيع في ظل وجود عصابات وميليشيات وأحزاب وقوى عسكرية. العفو أخي محمد، أي معمم تتكلم عنه أنت؟ أي معمم يا حبيبي؟ حامية حراميها. نعم. حامية حرامية باوع. لا معمم حبيبي أبو جاسم حبيبي أخي محمد بس الموضوع وجميع هسه الناس قاعدة تسمعني حبيبي، لا معمم ولا غير معمم، هي كلها عصابات بالذات وكلها صراخ وكلها أحزاب وميليشيا وتابعة إلى أنا كل حلقة أقول لك تابعة إلى خامنئي وإلى قاسم سليماني وإلى إيران وأمر يدمر إيران مثل ما دمروا. طب من الذي سيعمر إذن يا أبو جعفر؟ من الذي سيعمر إذن؟ والله أنا أقول لك يعمر أنا قلت لك إيد بإيد إيد بإيد جميعا سنة وشيعة عربا وأكراد تركمانا مع احترامات الأقليات ما أريد أكثرهم معكم من وقت البرنامج. جميعنا إيد بإيد على مود نغير كالشعب المصري. بس أنا أقول لك شيء واحد أخي يا أبو جعفر. نعم. أكو موضوع حقيقة تابعته للنائب عالي الصيد. سئلت من قبل مقدم البرنامج في أحد الصبائيات طبعا. قال لها زين بات عضوة يا نائب عالي الصيد يا أم حسين هيك. قال لها نعم. قال لها بات عضوة وجميع الشعب العراقي سنة وشيعة إلى آخر. ايد بايد وراح يطلعون مظاهرة ويسقطونكم وراح يجيبونكم ويدبونكم في حاويات جل الله السابع مع احتراماتي لاسماعكم واسماع المشاهدين يعني بالنفايات يدبونكم. ايش قلت له ضحكة النائب عالي الطيب؟ قلت له هذا الشيء ما يصير ولو 100 سنة لو مليون سنة ما يصير في العراق. قال لها ليش؟ قلت لنا نحن جميعنا احزاب متفرقة فكل جزء من الشعب العراقي تابع إلى حزب. إذا طلع هذا الحزب مظاهرة الحزب الآخر راح يكون ملاحظة. المستفيدين تابعين للأحزاب يا أبو جعفر وإلا أهل كربلاء ما كانت شردوا من بيوتهم هسه. ألف رحمة على كربلاء والصخر والرماد وغيرها هاي دمروا أخواننا السنة أحبانا اللي هو بروع شريانين شريانين بالقلب الشريان الأبهر والشريان الآخر خلينا نقول الأيسر حبيبي سنة وشيعة احنا شعب مترابطين والله مصاهرين وأخوة ونعرف الله على كل من جاء بكلمة سنة وشيعي نحن أخوة حبيبي. نعم صحيح. صدقني إذا ما الشعب العراقي يقوم وقام والله وبالله وبالله أنا أقول لك ترى الشعب العراقي ينسحب والأسوأ فاحنا لازم نطلع بالمظاهرة أخي أبو جاسم الرافدين حقيقة فضائية شريفة مناضلة بطلة حقيقة شوية كتفوا على موضوع التظاهر نطلع يا أخي ملينا كافي ملينا يا أخي والله العلي العظيم مثل من الجوع من العطس من كل شيء من عاوز الخدمات من كل شيء يا أخي من الشعب العراقي. إلى متى يا أخي يا أبو جاسم؟ نسأل الله ببركة محمد وآل محمد أن يخلص من هذه الأحزاب الباطلة نعرف الله عليهم دنيا وآخرة ونعرف الله على إيران. بارك الله بك شكرا جزيلا أبو جعفر كنت معنا من مدينة الصدر للمشاركة شكرا جزيلا. أسماء من الديالة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك من كنترول والكل هذا هاي القناة العزيزة كلش على قلبي وأمي أنت كنت مع عزاد أستاذ محمد الله يخفف ويبارك بأمرك ويبارك بهذه القناة اللي هي القناة الوحيدة اللي تفضل عنك اللي أتابع فدائم في البرامج واللي وياهم وبتعرفين في محافظات العراق هاي القناة اللي بس ما قصيت أخذها. نعم أستاذ محمد أنا ويا إخواننا اللي بالكربلاء وكل محافظة والله نتألم من شو نسمع معاناتهم نسمع همومكم ويحجرونهم ويطلعونهم من بيتهم ويحجرونهم بيتهم. أنا حبيت اليوم أشارك معكم وأوصل لكم قبلتنا أستاذ محمد أحد المسؤولين في محافظة دياله ومدير مدير إحدى النواحي رئيس مجلس إحدى النواحي
هو ما شاء الله رافضه كل شيء معي، عنده بيوت آخرة يعني بنا بيوت تجاوز، بيوت تجاوز بنا ضاع الشهر ملايين. ليش بقولكم إنهم هالشهر حنان ليش ترى يعلمون بيوت يقبلون يستعملون على هو مو ذنب انه باع البيت وسمح له، ذنب الدوله او سبب الدوله اللي سمحت لهيك شيء انه يصير. اي والله استاذ محمد البيت اللي باعت باعه مساحته 250 متر، يعني ليش يعني ما شاء الله شويه متجاوزين يعني يسوقوها للفقراء او للاغنياء والساعه، يعني هاي مو فلوس الشعب، هاي مو فلوس الشعب. وين حبيت اوصل بس هاي الفكره لكم استاذ محمد الخوان. نعم شكرا اسمع، كنت معنا من الديار. نقرا بعض الرسائل مشاهدينا الكرام حتى نكون عادلين في التواصل مع الناس. احد المشاركين يقول هو من بغداد، السلام عليكم ورحمه الله. ماكو صحه بالمستشفى، اشو اللي يروح للمستشفى يموتون، ولا تقولون هاي الحكومه هي عصابات، ولا تقولون هاي حكومه هاي عصابات. لاكو صحه بالبلد ولا زراعه ولا صناعه، ولو لو اكو صناعه كان شغلوا العاطلين عن العمل. هاي الرواتب وارد العراق كله للميليشيات والحكومة والعصابات، والشعب حاير بأمره، حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم. تحياتي الحجية أم أياد من بغداد، حياك الله أم أياد. في رسالة أخرى أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم أستاذ محمد المحترم، تحية طيبة لك ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. العراق لا يحتاج إلى بناء البنية التحتية والخدمات، لكن العراق يحتاج إلى بناء النفوس التي فسدت، والبنية التحتية والخدمات تبنى في ليلة وضحاها بعد طرد المحتل وأذنابه عملاء إيران في العراق، والعراقيون هم يبنون بلدهم بخبرتهم ولديهم تجربة بعد ضربات أمريكا مطلع التسعينيات. والله المستعان على الظالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد مبروك من الإمارات يقول السلام عليكم، الفساد يعود الحديث باستمرار، وهذا متمثل في الفساد بالقطاع الصحي وغياب أشكال الدعم الحكومي لهذا القطاع الهام باعتباره أحد القطاعات الحيوية في العراق، وعدم إنجاز أي وعود بحل كافة الخدمات المتعلقة بالقطاع الصحي. لذلك وجبت الثورة على الأحزاب للخلاص من واقع الحال والإيجاد الوطنيين لحكم العراق. في رسالة أخرى أحد المشاركين يقول السلام عليكم، ملخص مفيد، الحكومة تهدم ما يسمى العشوائيات على رؤوس الفقراء، لأن الحكومة تريد إلهاء الناس حتى يفكرون بمشاكلهم وما يحاسبون الحكومة أو يطالبون الحكومة بتقديم أي خدمات. حسام هكذا يرى حسام. طبعا ما تفعله الحكومة هو يزيد الوضع اشتعالا ويزيد غضب الناس ونقمهم على هذه السلطة الحاكمة، و يعني كما قال السيد أبو جعفر الحل هو في ثورة عارمة تخلص العراقيين من هذا الموضوع، من هذه المعاناة. والدليل أنه بعد 16 عاما على الاحتلال، ما الذي قدمته هذه الحكومات؟ ونحن الآن نستمع إلى آراء الناس بحديثهم عن المعاناة التي يعيشونها. معنا السيد مرتضى من السماوة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك وشلون كيفك؟ حياك الله مرتضى، أهلا وسهلا. رحم الله والديك. والديك تفضل. والله أخوي هاي مثل ما قلت، الفساد والكل موجود، والشوارع ماكو، وناس عايشة بالفقر، كل الموجودات. نعم. إيه. بس إحنا هذه أكو حالات أهم منها. نعم. أكو حالات أهم منها. شنو هي؟ يعني هذول إلى راحة وكلهم بدو جديد. شلون؟ من يحكم إلى راحة هاي كلها هسه اليوم مثلاً كلها ما نريها، وجيش الماسك مثل ما قال الجماعة قبل وانطردت مثلاً. إي. من اللي بديل؟ من اللي يحكم؟ إيه نعم. يعني أحكم أنت أبو، أحكم أنت. يحكم
يحبوا الجماعة الأوليين مثلا حزب البعث. لا 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 ليش حزب البعث؟ بس لحظة، حضرتك شخص وطني صحيح؟ محب للعراق وترغب بأن هذا البلد يصبح بلد مثل باقي البلدان بخدمات وبأعمار وبحياة. ودنا كلها الريهج. طيب كم واحد مثل حضرتك بالعراق عايشين وطنيين يريدون هذا البلد يصير بلد زين بخير؟ إن شاء الله كل عراق وطني. إذن العراق ولاد يا أبو مرتضى، سيد مرتضى من السماء، العراق ولاد. العراق بناس شرفاء وطنيين يقدرون يحكمون هذا البلد. عندنا كفاءات، عندنا دكاترة، عندنا مهندسين، عندنا فنانين، عندنا كل طبقات المجتمع وفئاته، عندنا الناس الشرفاء الوطنيين اللي يحكمون هذا البلد. زيح ذولا حتلاقي الشرفاء قدام عينك. لا تقول لي بعث وكذا، هاي الأمور اتركها. احنا عندنا بالعراق وطنيين وعندنا ناس شرفاء يقدرون يحكمون هذا البلد ويعمروه، وانت تختارهم، وكل شريف عراقي موجود يختارهم. وين يحافظون ذولا؟ موجودين ابو سيد مرتضى، موجودين، بس نفتح عيوننا شويه والله. نفتح عيوننا شويه ونلقاهم. العراق لو 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 خليت قلبت يا ابو سيد مرتضى، لو لو الناس صارت كلها حراميه ونشاله وعصابات، خلاص يعني انتهى الوضع. بس طالما حضرتك صحيح. عندك بعدك نفس وطني وتسعى انه تخلص العراق من الناس اللي الفاسدين، من الاحزاب، من الميليشيات، طالما حضرتك موجود، اذا اكو غيرك موجودين عندهم القدره وعندهم الكفاءه ان يقودون هذا البلد ويعمروه ويرتبوه بالشكل الصحيح اللي تقدر حضرتك تعيش به مرتاح واولادك واحفادك واني واولادي واحفادي. هسه بالنسبة وضع العراق زين هسه، لو ما بس شوي يشدون لأرواحهم وما يبوقون ويحاسبون. ما هو شبقى وشبقى زين يا سيد مرتضى؟ شبقى زين وانت عندك بوق وتفجيرات وحرامية وميليشيات؟ يعني هسه عفنا من هذا كله، عفنا من هذا كله. تعال نباوع هسه على جنوب العراق. ناس بانية بيوت لأن ما عندها بديل، بانية بيوت على قيعان تجاوز، أرض تجاوز، بس ما عندها بديل. الناس وين تروح؟ تنام بالشارع. بنت بيت، اجت الدولة هدمت البيوت على راسهم وطردتهم من بيوتهم. نساء واطفال مشردين الان بالشوارع، اهل الجنوب اخوتنا. طيب ذولا ليش الدولة ما بنت لهم بيوت محترمة مثل العالم والناس حتى راحوا وقعدوا بيها وما يقعدون تجاوز؟ مو بلدك ما مستقر يا سيد مرتضى؟ جلي شو المكانات؟ بس مكانات مثلا تابعة للدولة، مثلا مستوصف، ما مستوصف، ما مركز شرطة، اي بتشم حالات. نعم طبعا يعوضونهم، لازم يعوضونهم وماشي. نعم اي، ما هي المشكلة الدولة عندك ماذا تعوض؟ الدولة بالعراق حاليا الحكومة ماذا تعوض؟ زي الرحمة لابوك، بس خلنا اسألك. اي هسه ذول اليوم يفرشون تجاوز، يفرشون ما يعوضونهم، لكن قبل صدام يفرش البيوت على اهلهم ما يعوضهم صدام. احنا شو علينا بصدام حسين؟ احنا اليوم موضوعنا صدام حسين يا مرتضى. مو خلص وقته؟ مو راح وقته وراحت الحكومه وراح كل شيء وبدينا بدوله جديده؟ لا ما مو بدينا بدوله جديده؟ لا ما راح، وكلهم موجودين. من هم؟ جماعه صدام. احنا شو علينا بصدام؟ بس اسمع يا سيد مرتضى، احنا هسه نحكي بالعراق صار له 16 سنه محكوم، بس اسمح لي، من بده يحكم العراق الان؟ مو موجودين احزاب وشخصيات بدها تحكم العراق الان، وما بينهم احد من النظام السابق. خلاص خليني وياك. مئات الاحزاب هسه. شلون؟ مئات الاحزاب، مو حزب واحد. طيب عاشت ايدك، شكرا جزيلا ابو مرتضى. سيد مرتضى، مئات الاحزاب بدها تحكم العراق. مئات الأحزاب أصدرت قوانين ملاحقة ومحاسبة لأي شخص من النظام السابق، ولم يبقى أحد في العراق الآن في هذه الحكومة من النظام السابق، وليست لديهم أي قدرة أن يوصلون لأي نقطة في العراق الآن. هناك سيطرة من هذه الحكومة وميليشياتها وأحزابها. إذن هذا الموضوع انتهينا من عنده، موضوع النظام السابق. تكلمني عن حال البلد، اسمع كلام الناس. حضرتك تفضلت بكلام جميل يا سيد مرتضى، وقلت أن الناس اللي تشردت من بيوتها كان لازم تعوض، تبنينهم الدولة بنفس المكان وتطيهم إياه حتى لو على أقساط بعيدة المدى، بس المهم يقعدون ينسترون البيت مثل العالم والناس. هذا لم تقدمه هذه الدولة. حضرتك خايف أنه إذا راحوا من يجي
العراق مليء بالكفاءات والخبرات والإمكانيات الوطنية التي تستطيع أن تعمر هذا البلد وتقود بالشكل الصحيح. اقتصاديين لدينا خبراء، لدينا خبراء في الطب، في الهندسة، في الإعمار، في البترول، في غيرها، في الزراعة، في الصناعة، في كل مجالات الحياة لدينا خبراء موجودين برا العراق أو جوا العراق، هم موجودين وباستطاعتهم ولديهم الرغبة في أن يقدموا كل ما لديهم من معلومات وخبرات وإمكانيات لهذا البلد. 16 سنة أخذوا فرصتهم وزيادة. لا تخاف من المستقبل، لأنه الشعوب اللي سوت تظاهرات ما كانت تباوع على المستقبل بقدر ما تباوع على الظلم اللي عايشة به، وتتخلص من الحاكم الظالم اللي يحكمها. وبعدين يجي الوطني، اجى ظالم نطيره ونجيب وطني وهكذا. طيب كم بقي معنا وقت؟ مزهار تفضل. يوم مزهار في دقيقة، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة. ليش بس دقيقة؟ ما أنا عندي حكي هواية وياك. أو خلص الوقت والله، أنا آسف. لا أنا بس رح أرد هذا الشخص اللي معقد من صدام. يعني مو موضوعنا صدام ومازار، ليس موضوعنا النظام السابق. معقدين من النظام السابق. ليس موضوعنا يا أم أزهار. سيدة أم أزهار، هل تسمعينني؟ سيدة أم أزهار، لا ندخل في جدلية النظام السابق، اتركينا من... بس اسمحي لي حتى أفيدك. خلينا بموضوع اليوم. موضوع اليوم يعني إذا كان أكو شخص يرغب بحرف المسار، مسار الحلقة والنقاش، احنا نروح وياه؟ لا، خلينا احنا بموضوعنا، اتركينا من النظام السابق، احكينا بالنظام الحالي. النظام الحالي من 16 سنة احنا في مأزق وفي ظلم وفي في في قتل ونهب وسلب. هذا نظامنا. اذا الناس ما قاعد توعى على هذا الشيء. يعني انا بس اسال سؤال واحد. نعم. هل من المعقول ان رئيس الوزراء ياخذ نص الحكومه ويروح للصين يشوف المشاريع؟ وين هالمشاريع؟ ليش نسوي احنا؟ مو عندنا كفاءات، احنا مو عندنا. نعم. وما زهر وضحت الفكره. انا اعتذر منك للغايه طبعا. اسف جدا، بس الوقت انتهى. أشكرك للمشاركة، شكرا جزيلا، والحلقات القادمة إن شاء الله بانتظارك للمشاركة. سيدة أم أزهار كنت معنا من بغداد. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.